فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. من هو الذي أفضل من أبي ذر؟ الله أكبر. رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي رضي الله عنه له المواقف المشهورة في الإسلام، من هو أفضل منه غير الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرون بالجنة؟ فهو من السابقين الأولين، ومع هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. أدل على أن الرجل وإن كان من أهل الفضل والعلم قد يكون فيه شيء من أمور الجاهلية لأجل أن يتخلى عنها، لأن الإنسان بشر يخطئ ويصيب، مهما بلغ من الفضل فإنه غير معصوم من الخطأ. ولذلك أثرت هذه الكلمة على أبي ذر رضي الله عنه فتاب منها وأبغضها وتركها، وهذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على فائدتين: أن الرجل وإن كان من أهل الفضل والعلم والدين أنه قد يقع في شيء من الخطأ فينبه عليه من أجل أن يتداركه. الفائدة الثانية فيه أنه لا يجوز التعيير بالأنساب وغمط الناس بأنسابهم، وأن هذا من أمور الجاهلية. والفائدة الثالثة أنه ليس من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا ويكون جاهليا تماما، وإنما فيه شيء من أمور الجاهلية. نعم، هذا التوازن يفقد الكثير من المسلمين اليوم، لا يجمعون بين أن يكون صاحب فضل وعلم ودين ثم يقع من خطأ فيغسلون يديهم منه، أيحسن أنه على فضله ودينه أن ذاك الخطأ لا يوجب كفره ولا فسقه؟ لا، هذا من الجهل، كون يعتقد أن الإنسان أنه ما يحصل من خطأ. نعم، شيخ عالم داعية أحد، وأنه إذا حصل من خطأ تغسل الأيدي منه، هذا كله من أمور الجاهلية. الإنسان يخطي وإن كان من أفضل الناس يخطي وينبه، ولكن يجب عليه إذا نبه أو تنبه أن يتراجع عن هذا الخطأ ولا يستمر عليه،